أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة مستجدات الأحداث السياسية والميدانية في اليمن في ضوء زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء. قالت مصادر سياسية إن مارتن جريفيث المبعوث الأممي سيغادر صنعاء دون تحقيق أي نتائج في مباحثاته مع ميليشيا الحوثي. ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر ذاتها أن مباحثات جريفيث مع قيادات الحوثي لم تحقق أي نتائج ملموسة فيما يخص معركة الحديدة. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لإشراف أممي وطالبوا بمزيد من الوقت لدراسة مقترح المبعوث الأممي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: على ماذا تراهن ميليشيا الحوثي في موقفها الرافض لتسليم ميناء الحديدة وفق مقترح المبعوث الأممي؟ وما أثر هذا الرفض على سير العمليات العسكرية في الحديدة؟ نبدأ النقاش بعد مشاهدة التقرير. لم تنجح المساعي الأممية في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى اللحظة تضمن تخفيض الكلفة الإنسانية عبر خطة وسيطة توقف الحرب في الحديدة. التحركات الأممية بدأت مع وصول المبعوث الأممي مارتن جريفيث السبت الماضي إلى صنعاء في مهمة وصفتها مصادر أممية بالخاصة، واعتبرها معارضون للحوثي فرصة أخيرة لإنقاذ ميليشيا الحوثي بهدف إشراكها بالتسويات السياسية القادمة. مصادر سياسية أكدت أن المباحثات التي عقدها المبعوث الأممي مع قيادات ميليشيا الحوثي لم تسفر عن أي تفاهمات حول العرض الأممي الخاص بمدينة وميناء الحديدة. تؤكد المصادر رفض ميليشيا الحوثي المقترحات الأممية والتي تتضمن انسحاب الحوثي من ميناء الحديدة ونقل السلطة فيها إلى لجنة تكنوقراط محلية تشرف عليها الأمم المتحدة. الرفض الحوثي رافقه وفق مصادر مطلعة المطالبة بالمزيد من الوقت لدراسة المقترح الأممي، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة حوثية لكسب المزيد من الوقت في خطوة استباقية لموعد جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن الوقت يمكن الحوثي من إطالة أمد الحرب في الحديدة ويضمن له ترتيب أوضاعه الميدانية فيها. التحركات الأممية الأخيرة تزامنت مع الحصار المفروض من قبل قوات الشرعية والتحالف على مدينة الحديدة في ظل استعدادات مكثفة لتحرير المدينة من البر والبحر، في الوقت الذي تشير فيه الوقائع الميدانية إلى أن ميليشيا الحوثي باتت محصورة بين خياري خوض معركة عسكرية خاسرة أو الانسحاب الآمن لها وللحديدة. إذن أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، وسينضم إلينا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الكبيبان. أذكر أن هذه الحلقة نخصصها لمناقشة المستجدات الأحداث السياسية والميدانية في اليمن في ضوء الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، حيث أن مصادر سياسية قالت أن مارتن جريفيث ربما يغادر صنعاء دون تحقيق أي نتائج في مباحثاته مع ميليشيا الحوثي، حيث نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن مباحثات جريفيث مع قيادات ميليشيا الحوثي لم تحقق أي نتائج ملموسة فيما يخص معركة الحديدة. ذات المصادر أيضا ذكرت أن ميليشيا الحوثي ما زالت ترفض الانسحاب من ميناء الحديدة، وأيضا ترفض المقترحات المطروحة فيما يخص تسليم الميناء لطرف محايد يتولى إدارة الميناء وفق المقترحات التي سربت، وأيضا أن ميليشيا الحوثي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة مقترحات جريفيث. ربما البعض قرأ في هذا الطلب أنه محاولة للاستفادة وكسب مزيد من الوقت إلى حين أن يحصل جلسة لمجلس الأمن. إذن سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي نخصصها كما ذكرت سابقا لمناقشة آخر مستجدات الأحداث في معركة الحديدة. أهلا بكم من جديد إذن إلى زوايا الحدث، ومن الرياض ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الكبيبان. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، حياك الله.
سيادة اللواء، الأخبار الواردة من صنعاء تقول بأن ميليشيا الانقلاب ما زالت ترفض مقترحات جريفيث فيما يخص تسليم ميناء الحديدة للجنة من الأمم المتحدة. برأيك على ماذا تراهن الميليشيا في هذا الموقف؟ لماذا كل هذا التصلب؟ يا اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم، كل عام وانت بخير ومشاهدينا الكرام. شكرا لك. انا باعتقادي انه الحوثيين يريدون التوجه الى صراع مباشر عسكري، لانه كل المؤشرات تتحدث على انه لا رغبه في السلام، لا رغبة في الوجود أو التواجد على طاولة المفاوضات، لا رغبة في التحدث ولا اعتراف بالطرف الآخر. هذا التعنت وهذا العناد هو ما لمسناه، ودائما وأبدا نتحدث على أنه نحن أمام جماعة لا يوجد لها فكر سياسي، لا يوجد لها عقلانية في حل الأمور. هنالك تعنت، هنالك تحدي للمجتمع الدولي، هنالك فرض إرادة ورغبة من أنه ما أمامكم، وإذا أنكم تريدون الصراع العسكري فنحن ذاهبون إلى الصراع العسكري، ناسين ماذا سيحدث من نتاج هذا الصراع العسكري من دمار و يعني تشريد للمدنيين وتعريض المدنيين لحياة الخطر. وكذلك يعني أعتقد أنه في الأسباب الأخرى يعولون على المجتمع الدولي، لأن التحالف لحشد هذه القوات العسكرية الضخمة لن يتراجع، سوف يكون هنالك ألم وضحايا لن تكون إن شاء الله يعني بسوء الموصل أو غيره من المدن المدمرة السورية، ولكن أنا باعتقادي يريد أن يراهن على هذه الورقة بأنه هذا هو التحالف وهذه هي طريقته، ولكن هو لا يعي هذا الأمر. ودائما وأبدا أقول نحن أمام قادة في الحقيقة للأسف أنه وصلوا إلى ما وصلوا إليه من يعني أحداث سابقة، بمعنى أنه سواء كانوا برلمانيين أو سواء كانوا في حزب أو سواء كانوا اللي كانوا هنا، ولكن يبدو لي أن هذا تعنت أو تعنت، وهذا يعني عدم أو تحدي للمجتمع الدولي وللرأي العام. طيب ربما الميليشيا كما تقول هي تراهن على كسب مزيد من الوقت بإطالة المعارك العسكرية، التحالف كيف تقيم أداء التحالف اليوم في هذه المعركة؟ لماذا لا يوجد حسم سريع ربما وبسط سيطرة ربما؟ لأنه معروف أنه كلما طالت أمد المعارك العسكرية كلما زاد الضغط من المجتمع الدولي، والذي ربما تراهن عليه الميليشيا في سبيل إيقاف هذه العمليات العسكرية. لا، بالنسبة للتحالف أنا أعتقد أنه أمام تحدي أصعب مما هو فيه الانقلابي أو الحوثي أو المتمرد، لأنه التحالف الآن أمام تحدي أنه يثبت للعالم أمور كثيرة وليست فقط يعني انتصارات عسكرية، الحشود العسكرية والدعم الإنساني والتجهيزات الإنسانية، بما في ذلك زي ما ذكر السيد قرقاش اليوم يتحدث عن وجود عدد 7 طائرات، ويتحدث عن وجود أكثر من 11 قافلة أو خلينا نقول شاحنة غذاء متوجهة إلى اليمن عن طريق المخا وعن طريق جنوب الحديدة. فهذا فقط إنسانيا، عسكريا أنا أعتقد أن التحالف الآن أمام تحدي كبير وأمام إثبات للعالم، وأنا دائما وأبدا أقولها أنه أمام العالم الآن يجب أن يعمل التحالف على 3 ركائز رئيسية: عمليات عسكرية سريعة عالية التكاليف، ليست قليلة التكاليف، بمعنى يكون هنالك دعم استخباري، تكون هنالك قذائف بالليزر مركزة، يكون هنالك إطلاق نيران على غير السابق بمعنى تحديد أهداف عسكرية، ومن ثم التوجه بتأمين المنطقة. ف
كما فعل في باب المندب، يمكن تذكر قبل سنتين وشوية أو حاجة زي كده، كانت هنالك عملية عسكرية خاطفة، عملية عسكرية سريعة، تم تحرير باب المندب وتم تأمينه وتم إعادة السكان أو العمل التجاري بما يخص الصيد وإلى آخره. طيب. فهو أمام تحدي صدقني ليس بالشيء البسيط، ولكن من الاستعدادات ومن الحشد ومن تطبيق المفاهيم العسكرية الجماعة لم يذهبوا إلى هنالك للنزهة أو انتظار خط أو خلينا نقول ضوء أخضر من الحوثي حتى يتقدموا، لا، هي فقط توجه يعني انتظار ليس يعني خلينا نقول الاجتماع أو ما يدور مع السيد مارتن، لا، هي أكبر من كذا. أعتقد أن هنالك انتظار حتى تكون القوات العسكرية جاهزة ميدانيا بناء غرف عمليات متقدمة. اليوم أحد الزملاء العسكريين على مداخل من أحد التلفزيونات تحدث على هذه النقطة، أعتقد أن قوات التحالف راح تتفادى كل خلينا نقول العوائق العسكرية لنجاح هذه المهمة. طيب سأعود لك سيادة اللواء. أتمنى التوفيق، وأنا أقول لك للأمانة رأيت هنالك استعداد جيد من قبل قوات التحالف، وأعتقد بإذن الله أنه حتكون عملية عسكرية خاطفة سريعة لعادة تأمين ميناء الحديدة من المطار، عودة السكان ويعني بسط الأمن وإعادة فرض الأمن لتعود الحياة كما هي عليه. سأعود لك سيادة اللواء، أذهب إلى ضيفي من الرياض المستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. إذن مصادر إعلامية تتحدث ربما عن أن نتائج أو زيارة مارتن جريفيث ربما لن تحقق أي نتائج في مباحثاته هذه مع ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، هل يمكن أن تؤكد لنا هذه المعلومات؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول نتائج زيارة مارتن جريفيث لميليشيا الحوثي في صنعاء بداية؟ نعم أخي العزيز الثاني، حتى هذه اللحظة كل المؤشرات وكل المعلومات تؤكد أنه ليس هناك أي نتائج إيجابية حتى هذه اللحظة، ولكن أيضا وردت معلومات أن المبعوث الأممي سيقدم اليوم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بخصوص زيارته إلى صنعاء، ولكن نحن كيمنيين لسنا متفائلين كثيرا من خلال معرفتنا بميليشيات الحوثي ونقضها للعهود وعدم التزامها بالمواثيق وعدم التزامها بأي اتفاقيات سابقة ولاحقة، بالتالي لسنا متفائلين كثيرا، ولكن في حال وافقوا على تسليم مدينة الحديدة وميناء الحديدة فهذا أيضا ستتعامل مع الحكومة بشكل إيجابي، وهذا أيضا يحافظ على دماء اليمنيين وأيضا يحافظ أيضا على ما تبقى من مدينة الحديدة لكي لا يتم تدميرها من خلال استخدام المنازل وكذلك استخدام الأماكن العامة ومنازل المواطنين كدروع بشرية. بالتالي نحن نتمنى في الأول والأخير نتمنى أن يقبلوا بتسليم آمن للمدينة وللميناء، وفي حالة لم يتم ذلك فأعتقد أن الحكومة والشرعية وكذلك التحالف ماضي بتحرير المدينة وتخليص أبنائها من ميليشيا الحوثي. طيب إلى أي حد رفض الميليشيا والتصرف في موقفها هذا يصعد من أسهم الحسم العسكري؟ هو كما قلت لك أخي العزيز في حال رفضوا واستمر التعنت بكل تأكيد أن المعركة مستمرة، والمعركة تم وضع خطط استراتيجية لها وتم وضع خطة متكاملة للمعركة ولخوض المعركة ابتداء بالخط الساحلي والوصول إلى المدينة والميناء والمطار. طيب هذا ربما واضح في تصريحات قيادات التحالف والشرعية، لكن ماذا عن الموقف المجتمع الدولي والأطراف الدولية والإقليمية اليوم؟ إلى أي حد يمكن هذه المواقف أن تضغط وربما تؤجل أو تنهي مسألة الحسم العسكري في الحديدة وبالتالي يكون الحوثي حقق ما يريد من كسب الوقت؟ نعم، المجتمع الدولي مطلع على موضوع الحديدة ومنذ تقريبا عامين، منذ أن كان إسماعيل الدشير أحمد هو المبعوث الدولي وتقدم بمقترحات وخطة لموضوع ميناء الحديدة ومنذ عامين، والميليشيات هي التي ترفض، بالتالي المجتمع الدولي مطلع على كل التفاصيل ومطلع على كل ما حصل وكل الاقتراحات وكل المناقشات السابقة التي تمت بين
الحكومه وبين الميليشيات. بالتالي انا اعتقد ان الحكومه تقدر ضروره ان يتم تحييد الحديده وتحييد مينائها وعدم استخدامه من اجل او في خدمه الميليشيات الحوثيه و أن يتم استخدامه ولنهب المساعدات، وثانيا ليكون رافد اقتصادي مهم للميليشيات الحوثية من أجل استمرار المعركة ويدر عليهم أموال وملايين من ميناء الحديدة. بالتالي المجتمع الدولي أنا أعتقد أن كل المواقف المعلنة سواء من الأمريكان أو البريطانيا أو فرنسا أو كثير من الدول كانت هي مواقف أنا أعتبرها يعني من وجهة نظري أنها مواقف متعاونة مع الحكومة، كانت ليست صارمة مع الحكومة، وأيضا كانت متفهمة للوضع ولوجهة نظر الحكومة وكذلك التحالف العربي. أعود لضيف اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء، ربما الآن تحدث عن أن ربما خيارات ميليشيا الحوثي هي الاستمرار في القتال، ماذا عن خيارات التحالف والشرعية وفق كل المواقف من معركة الحديدة سواء المواقف الدولية وخاصة ما يتعلق الضغط فيما يخص تعليق شماعة ربما الوضع الإنساني داخل المدينة، وأن استمرار هذه المعارك ربما يزيد من معاناة المدنيين هناك؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن التحالف الآن وضع التجهيزات والترتيبات اللازمة من منافذ، من خطة عسكرية لإعادة تشغيل المطار والميناء إذا تمت العمليات العسكرية، وأيضا كذلك خطة عاجلة في بناء أعتقد مستشفيات ميدانية عسكرية متنقلة يعني تخفيف الآلام والجرحى والإصابات. ولكن الأهم من هذا كله أنا أعتقد أن التحالف يعني يعمل أو خلينا نقول لك قد يستفيد ورقة ضغط من قبل المدنيين داخل الحديدة بالتعامل معه لإنهاء العملية العسكرية سريعا والابتعاد عن خلينا نقول أماكن الصراع بقدر الإمكان. وعلى فكرة العمليات العسكرية الحديدة ترى مب قطر يعني إنها صغيرة، لا الحديدة كبيرة، الحديدة يعني قارة يعني محافظة كبيرة، والعمليات العسكرية فيها يوجد مناطق حساسة وحاسمة واستراتيجية. بهذه الخبرة مع قوى العمالقة والجيش الوطني والمقاومة التهامية، أنا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لديهم من الخبرة أين هي المواقع الاستراتيجية الهامة. الاستطلاع لعب دور، طائرات الدرونز لعب الدور، البريدترز لعب الدور، الاستطلاع الواقعي لطائرات القوات الجوية سواء من السعودية أو من الإمارات عملت بما فيه الكفاية لرصد مواقع الانقلابيين. فلن يكون الصراع يعني بي على كافة مناطق العمليات، لا، هنالك مواقع استراتيجية. ويعني تحديدا لإجابة على سؤال حضرتك، انه هنالك تجهيزات عالية المستوى لتفادي الإصابات وكذلك لتلقي المصابين والجرحى والتعامل معهم لأسرع وقت ممكن. طيب سؤال أخير فقط، بعد زيارة جريفيث إلى صنعاء منتظر أن يقدم إحاطة لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن، ماذا تتوقع بهذا الخصوص؟ أقول لك أنه هي نقطة جد مهمة، ماذا نتوقع من مجلس الأمن؟ ما يجب أن نتوقعه نحن نصنع، بمعنى عندما تبدأ عمليات عسكرية ولو حتى بما هو مفهوم الصد والمنع والاشتباكات القريبة، إذا أوصلنا للمجتمع الدولي بأنه هذه القوات العسكرية، وأنا متأكد أنهم راح يوصلون للمجتمع الدولي، قادرة على القيام بعمليات عسكرية سريعة وعالية التكاليف ووجود الأمن أو العمل على إيجاد الأمن بعد العملية العسكرية، لن يتأخر مجلس الأمن في دعم قوات التحالف للبدء بعمليات عسكرية مع ضمان
ما استطيع التحالف أن يقوم به لتجنب المدنيين والحياة المدنية. أشكرك جزيلا لواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي من الرياض أيضا مستشار وزير الإعلام مختار رحبي. أستاذ مختار، إذن إحاطة مرتقبة لجلسة مرتقبة أيضا لمجلس الأمن سيقدمها مارتن جريفيث، ما المتوقع منها؟ أستاذ مختار، أستاذ مختار، إذا يبدو أن فقدنا الاتصال مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. شكرا جزيلا له أيضا، والشكر موصول لضيفنا من الرياض الخبير الاستراتيجي محمد القبيبان. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. أمان الله.